أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين. في الذكرى الثالثة لثورة تشرين يشهد الشارع العراقي تحركات ودعوات لعودة الحراك الشعبي من جديد في العاصمة بغداد وعدد من مدن العراق لإسقاط النظام السياسي. فهل تنجح ثورة تشرين هذه المرة بإزاحة النظام السياسي الذي جلبه الاحتلال الأمريكي عام 2003؟ أين ذهبت وعود الطبقة السياسية بإصلاح الوضع في العراق منذ انطلاق ثورة تشرين عام 2019؟ لماذا لم يحاسب القضاء من قتل ثوار تشرين لغاية الآن؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم بعنوان في ذكراها الثالثة، هل تندلع تشرين مرة أخرى؟ دعونا في البداية نتابع معا المادة المصورة التي ترصد اندلاع ثورة تشرين في أكتوبر من عام 2019. دعونا نتابع. خرجت ثورة تشرين بعد سنوات قضاها العراقيون منذ عام الغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003 تحت حكم طبقة سياسية ادعت بأنها كانت تناضل النظام السابق، ليكتشف العراقيون خلال هذه السنوات بأن هذه الطبقة بشخوصها وأحزابها وميليشياتها جعلت من العراق بلدا فاشلا كما يصنف على المؤشرات الأمنية والسياسية والاقتصادية والديمقراطية والتعليمية والصحية وغيرها. وأيقن الشعب العراقي بأن هذه الطبقة السياسية لا تسعى سوى لمصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة البلد وشعبه العليا، حتى بات العراق من ضمن أكبر الدول من ناحية الفساد. فبينما يتنعم شخوص الطبقة السياسية برواتب وأموال ليس لها نظير حتى في البلدان المتقدمة والثرية، ترتفع بالمقابل نسب الفقر والبطالة والأمراض وانتشار الجريمة والمخدرات وانتهاك سيادة البلاد. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أن العراق بات خامس بلد في العالم من حيث تأثره بالتغير المناخي، فإيران وتركيا تقطع المياه عنه وتتقلص المساحات الزراعية فيه ويكثر الجفاف حتى بدأت الحيوانات بالنفوق. قتلت القوات الحكومية والميليشيات أو ما بات يعرف وقتها بالطرف الثالث، قتلوا أكثر من 800 عراقي وجرحوا أكثر من 30,000 آخرين خلال ثورة تشرين. فلماذا لم يحاسب القضاء في العراق المسؤولين عن هذه الجرائم؟ رفع العراقيون في ثورة تشرين شعارات عديدة، وكان من أبرزها إسقاط النظام وإعادة كتابة الدستور والمطالبة بمحاسبة الفاسدين والمتورطين بجرائم بحق العراقيين، كما طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني بكل أدواته في العراق. وأكد متظاهرون وناشطون في ثورة تشرين استعدادهم التام للخروج بتظاهرات في مختلف المحافظات العراقية إحياء للذكرى الثالثة للثورة، ومجددين مطالبهم بإسقاط العملية السياسية والإطاحة بأحزابها الفاسدة. وأضاف المتظاهرون والناشطون العراقيون بأن الوقت قد حان من أجل التغيير السياسي الشامل بعيدا عن المساومات السياسية التي تحاول بعض الأطراف
فرضها على العراقيين تحت مسمى التغيير، مشيرين إلى أن التغيير المنشود لن يتم إلا بإزالة المنظومة الحاكمة ومخلفاتها المتراكمة منذ نحو 20 عاما. كاميرا الرافدين وعبر برنامج مع الناس رصدت ردود أفعال الناشطين والمتظاهرين حول الاستعدادات لثورة جديدة أو ثورة ممتدة لثورة تشرين، نتابعها معا. كل من يقول هذه الذكرى السنوية لانتفاضة ثورة تشرين العظيمة فيكون واهم. اليوم احنا مستمرين بتظاهراتنا، صار أكثر من 3 سنوات بالنسبة لمطالبنا ما تحقق، فتشي حتى نروح ونعلن عن ثورتنا هي استذكارية فقط. احنا مستمرين من يوم 1/10/2019 وإلى يومنا هذا، ومستمرين إن شاء الله الحين تحقيق المطالب. لكن هذا اليوم يختلف جذريا عن ما سبقه من الأيام والسنين اللي فاتت. طبعا جاي نشوف أكو تفاعل قوي، ونشوف جميع فئات المجتمع متفاعلة بما يخص خطوة يوم 1/10، وأغلب الشعب العراقي راغب بالتغيير ويائس من هذه الطبقة السياسية. أما بما يخص الطبقة السياسية راهنوا على الوقت ونفس المطاولة، والحمد لله والشكر رغم ما إمكانياتنا محدودة، رغم ظروفنا الصعبة، إحنا مستمرين وجايش ما يتقدم يوم ينكشف زيف الطقمة السياسية الفاسدة اللي استاثت على أرض العراق ومقدراته. إحنا من 2019 اليوم إحنا ما رجعنا لبيوتنا وقعدنا حتى نخرج مرة ثانية، لا إحنا هاي طيل هاي السنين إحنا باقين بالشارع نطالب بإزالة هذه الطبقة السياسية. هاي الطبقة السياسية من 2019 يوم احنا نطالب بإزالتها. اليوم هاي الحكومة هي حكومة الأحزاب، حكومة المحاصصة. اليوم نطالب بإزالة جميع هذه الأحزاب الفاسدة. اليوم احنا طالبنا مرارا وتكرارا بتعديل الدستور وانتخابات، فقتها كانت انتخابات مبكرة وصارت الانتخابات. اليوم نريد، اليوم احنا طلعنا راح نطلع بعد 10 مع جميع الأحرار من هذا الوطن، جميع الأحرار بدون مسميات، وهي باسم تشرين. لا نسمح لأي شخص أن يدخل بعناوين أخرى من جهات ثانية خصوم بين الأطراف. لا، أنا سنخرج 1/10 بإذن الله باسم تشرين، طالب بإزالة هذه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد ولا سوى منها الدمار والخراب. اتفقوا على التوحيد، وإن شاء الله التوحيد مستمر وسوف يعلن عنهم في الأيام القادمة. هدفهم توحدوا على هدف واحد، وهو إسقاط النظام، إلغاء الدستور، وكذلك محاسبة الأحزاب بما يشبه اجتثاثهم، لأنهم شاركوا في سفك قطرات دماء العراقية، وكذلك نهب وسلب ثرواتهم وانتهاك سيادة العراق. لذلك هو هذا هدف تشرين. أي تجمع أو أي تنظيم يدعي غير ذلك فهو مندس من الأحزاب ويخدم أجندات الدول التي حكمت العراق طول 19 سنة. وقد يسأل سائل، هل إن يوم 1/10 هل هو ذكرى أم ثورة؟ لكن إحنا اليوم كثوار نقول وإنما هو انتفاضة جماهيرية مليونية، ونطلب من كل شباب وشيب ونساء الجماهير العراقيين أن يخرجوا بثورة عارمة يوم 1/10 معبرين وسلمية، ومعبرين عن غضبهم من هذه العملية السياسية الفاسدة. نعم، معنا اتصال أبو علي من البصرة. أبو علي، في الذكرى الثالثة لثورة تشرين، يعني وما يعني هناك تحضيرات واستعدادات لإحياء هذه الذكرى، وكما استمعنا وشاهدنا لبعض آراء المتظاهرين والناشطين بأنها امتداد لهذه الثورة، وبأنهم يؤكدون على أنه لا حل إلا بإسقاط هذه المنظومة السياسية، ما رأيك؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. في بداية برنامجك تقول يعني القضاء لماذا ما يحاسب القتلة؟ نعم، قتلت شهداء تشرين. نعم، هذا من المستحيل. القضاء العراقي اليوم يقدر يحاسب القتلة، لأن القتلة اليوم أنت شفتهم شلون دخلوا للخضراء مسلحين بكافة الأسلحة. اليوم أسلحتهم ليس خفيفة، ولا حتى يعني اليوم توجد لديهم أسلحة ثقيلة. اليوم أسلحتهم أكثر من
نعم الأجهزة الأمنية اليوم لديهم شفلات. هذا من المستحيل القضاء العراقي يقدر لهؤلاء المرتزقة، هؤلاء اللي قتلوا شباب تشرين وهم معروفين بدون تسمية. أنت توضح لك الصورة إن شاء الله ويوضح لي كل مشاهدين قناتكم. نعم. هل ما يجري اليوم من استعدادات أبو علي الثالثة. نعم، هل ما يجري اليوم من استعدادات وفي ظل يعني وصول المواطن العراقي إلى حالة اليأس بل واليقين بأن هذه الطبقة السياسية لن تستطيع إصلاح وضع العراق بسبب استمرارهم بموضوع المحاصصة وبتقاسم ثروة البلاد، اليوم هناك إجماع على أنه لا حل إلا بإسقاط النظام، كيف سوف تكون هذه الثورة يوم 1/10؟ شلون راح يصير الوضع برأيك؟ أنا حقيقة أجاوبك على ثورة يوم 1/10. من المستحيل تقدر تقضي على السياسيين، كافة السياسيين الموجودين اليوم، السياسيين اللي موجودين على الساحة إذا كانوا شيعة كرد سنة هم مسيطرين، هم وأحزابهم تقدر تسيطر عليهم. وحتى لو طلعوا أنصار تشرين اكو من بعض اللي قتلهم ما انت تعرفهم وانا تشخصت لك، هم اهل الشفلات اللي قتلوه اللي باكر يوم 1/10 يصير ظهرهم هؤلاء القتله جماعه الشفل. زين، الا تتفق يعني الا ترى بانه بثوره تشرين عام 2019 تغيرت الاوضاع واصبحت الطبقه السياسيه تخشى من الشارع العراقي؟ يعني ما قبل ثورة تشرين ليس كما بعدها. أستاذي ما تغير كل شيء، وقاعتك ما تغير. سياسيين قوية. يوم هم سيطروا كافة السياسيين الموجودين على الساحة العراقية. وبالخصوص سياسيين الكرد اليوم سيطرين بشكل. يعني اليوم ما تقدر تهزلهم كل تجري في العراق يا أخي. هذا من المستحيل. نعم، أنا أشكرك أبو علي، كان معنا من البصرة. طبعا لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في ثورة تشرين أكتوبر من عام 2019 ولغاية اليوم، حيث أن الشباب العراقي يعتبرها الفضاء الأوسع لهم بنقل مقاطع وصور القتل والاعتداءات وكذلك مطالب الجمهور العراقي. كانت وما زالت قناة الرافدين الفضائية لها دور فاعل في نقل أحداث ثورة تشرين وما يحدث اليوم من تظاهرات وتحضيرات لثورة أخرى عبر برنامج صوتكم ومنبر الرافدين ومع الناس وفي نشراتها وتقاريرها الإخبارية، وكذلك قسم التواصل الاجتماعي الذي هو الآخر لعب دورا مهما في مواكبة الأحداث وسرعة نشرها على منصات القناة الإلكترونية كتويتر وفيسبوك ويوتيوب وتليجرام. معنا اتصال؟ نعم، يبدو أنه لم يجهز الاتصال. كان أحمد معنا، أحمد من بابل، ولكنه انقطع. دعونا نتابع أيضا استعدادات المتظاهرين والناشطين ليوم 1/10 لثورة ممتدة لثورة تشرين من خلال كاميرا الرافدين وعبر برنامج مع الناس أيضا. دعونا نتابع. 1/10 هي مرور 3 أعوام على ثورة تشرين العظيمة، الثورة التي كسرت حاجز الخوف ووقفت بوجه الطغاة والمفسدين وسراق المال العام، الثورة التي ذهب ضحيتها 800 شهيد وأكثر من 25,000 جريح المطالبين بحقوقهم المشروعة والمعقولة والمقبولة، لكن تم قتلهم بدم بارد على يد حكومة عادل عبد المهدي والميليشيات الوقحة الخارجة عن القانون. 3 أعوام ولم يكشف عن قتلة المتظاهرين ولم يتم محاسبة أي فاسد. لنا رجعة مرة أخرى في 1/10 والنزول إلى الشارع وبقوة، رافضين تشكيل أي حكومة محاصصة وأي حكومة بوجود الحيتان الكبار والقضاء المسيس والسلاح المنفلت، مستمرون ولو كره الفاسدون. نعم نعم للعراق. احنا نتوقع من هذا القوة المجرمة كل شيء، لكن بالنتيجة احنا نازلين منظمين، عندنا شباب ينظمون هذه الاحتجاجات،
فالتنظيم قد يقلل الخسار. فحملنا رئيس الوزراء والقوات الأمنية المتواجدة هناك مسؤولية أي حدث يكون أنتم راح تكونون المسؤولين عنه، لأن مو مسؤوليتنا أنه إحنا نحمي الناس، فهذه مسؤولية الحكومة الموجودة والقوات الأمنية، هي مسؤوليتها أن تحمي المحتجين السلميين العزل. إحنا نؤمن بالسلمية وراح نستمر بالسلمية، لكن متوقعين كل حدث يصير، وخصوصا أنت جابه سلطة فاسدة، أحزاب تمتلك ميليشيات مسلحة، فمتوقعين أي حدث يصير ناس بلا ضمير وبلا رحمهم. بالنسبة لتظاهراتنا اليوم 11 هي أولا تذكير ذكرى للتظاهرات الأولى، وثانيا هي مستمرة بمطالبها، مطالب ثورة تشرين، وهذه المطالب هي معنونة هو إلغاء النظام، إلغاء الدستور وإسقاط النظام برمته. وبالنسبة للتفاوضات اللي هم ينشرون على الإعلام بأن تشرين هي طرف من التفاوضات، لا يوجد أي طرف من تشرين، وبالنسبة للأحزاب اللي شاركت بالانتخابات تشرين هي ضد أي انتخابات حصلت، لأن هي ضد النظام الانتخابي الموجود بالعراق، لأن الحكومة الإطارية الموجودة والحكومة والأحزاب هي خرجت تشرين ضد هذه الأحزاب الفاسدة وضد النظام برمته، سواء كان سني شيعي كردي، وكل الأطياف هي كل الأطياف الموجودة هي فاسدة، والتناحرات الموجودة في هذا النظام والاتفاقيات التي تحصل بتأسيس هذا النظام وتشكيل الحكومة هي كلها كذب، والدليل على ذلك أنهم صاروا أكثر من سنة لم يحصلوا على اتفاق بوضع حكومة مشكلة للعراق، لحد الآن هي حكومة تصريف أعمال. لذلك تشرين مستمرة وليس ذكرى ثورة تشرين، وإنما تشرين هي تبدي من 11 هي مستمرة ضد هذا النظام. إذن هذه عينة من المتظاهرين والناشطين والعراقيين حول 11 لاستذكار وكذلك لتجدد التظاهرات في العراق والتأكيد على إسقاط النظام السياسي وتغيير الدستور بشكل كامل ومحاسبة من سرق وقتل وأخذ أموال العراق. معنا محمد من أمريكا. محمد، برأيك في ذكرى ثورة تشرين الثالثة هل تندلع من جديد؟ مرحبا بك محمد، هل تسمعني؟ عمري استاذ عمر، حياك الله يا اهلا بك. الله هو الله يرحم الشهداء جميعا. امين امين. كفيلك الله. هو القضاء، القضاء مسيس، القضاء ايراني، ولا اللي يحكمون العراق من 2003 لحد الان ولا هم لايران. كفيلك الله. وشوف ذول الايرانيين دخلوا وقت الزياره مال اليوم الحسين عليه السلام، ذول حاره الثوري الايراني من تشرين بغداد. كفيلك الله، خلي ياخذون حذر من عندهم، هم متحضرينهم كثيرك الله. يطلع واحد مع احترامات للقنوات، القنوات مالكم الشريفه، يطلع واحد البارحه والله العظيم تدق بقلبي من ذول السفلى عشاق المسؤولين، يقول ذول ولد الزنا والله العظيم من قناتكم الشريفه، مع احترامات للقنوات مالكم، هو ولد الزنا. هم نعم، ما نريد نرد على هذا الكلام محمد. محمد يعني اليوم قدمت ثورة تشرين، قدمت 800 شهيد، قدمت أكثر من 27 ألف جريح، يعني الطبقة السياسية بعدها مصرة على موضوع المحاصصة وتقسيم المناصب، يعني كأنها لم تأخذ من تشرين درس. لماذا؟ بعد العزيز غالب جايين يخذون على البلد، هذول كلهم منام لايران، ليس من العراق عزيزي. عمري الكسان عمر، والله العظيم ولاهم لايران، ماكو. شوف الايران انت مو تضرب الشمال، اكو واحد ردهم؟ ماكو احد ردهم، هم متفقين ويا ايران حتى قطعه المي. كفيلك الله، هم اتفاقيه عمي فوق فوق جاي بخون من كانوا يسكنوا بالشعب. احيي قناه الرافدين المجاهده، وحييك يا استاذ عمر. شكرا شكرا لك، شكرا لك محمد من الولايات المتحدة الأمريكية. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من منبر الرافدين، وبعنوان في ذكراها الثالثة هل ستندلع ثورة تشرين من جديد.
نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. ومع اقتراب الذكرى الثالثة لثورة تشرين تعج منصات التواصل الاجتماعي بالتفاعل و يعني التحضير لهذه الذكرى. هناك يعني بعض الهاشتاجات منها العدلين راجعين، وذلك للدعوة لأبناء الشعب العراقي للنزول إلى ساحات التظاهر وإلى الشوارع، وكذلك هناك هاشتاجات عديدة سوف نأتي عليها تباعا، منها موعد وطن بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة تشرين. معنا اتصال أبو مالك من أمريكا. أبو مالك، هل تنجح ثورة تشرين هذه المرة بإزاحة الطبقة السياسية مع كل ما استخدمته هذه الطبقة من قتل وجرح وتخوين وملاحقة لناشطين ومتظاهري ثورة تشرين؟ مرحبا بك. تحية لك أستاذ عمر. حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. تظاهرات تشرين تنجح فيما إذا تضامن الشعب العراقي إيد بإيد، بغض النظر عن الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية. نعم. فرخة واحدة، فرخة عراقية واحدة. بوجه هاي الكتل السياسية أنا باعتقادي تنجح، لأنه راح إذا اتفق الشعب العراقي في صوت واحد. نعم. هناك ممكن يصير فيها تدخل أممي. أما سلميتها مو ناجحة، أنا أقول لك يعني قدام هاي الكتل السياسية وهاي الوجوه مو مال مظاهرات سلمية، لأن هذولا تابعين لإيران، وتعرف أن الجشع الإيراني والإرهاب الإيراني واصل إلى للنخاع. فما ممكن السلمية تنجح مع هؤلاء إذا مو الشعب العراقي يتفق وإيد بإيد، صرخة وحدة، صرخة عراقية وحدة بوجه هذولا. أنا ما أعتقد تنجح أي تظاهرات. يعني ابو يعني اخي ابو مالك، بالنظر الى احنا عندنا 2019 و2021 واحنا اليوم 2022، يعني ما شفنا الطبقه السياسيه غيرت من 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 وضعها، من اسلوبها. ما شفنا احد قال عمي خلص انا صار لي كذا سنه انا متنازل، انا مستقيل، الشعب تعب، الشعب قتل، الشعب سرق. لماذا لم تغير الطبقه السياسيه ولم يكن فيهم رجل يؤثر على نفسه ويترك هذه العملية السياسية ويغادر؟ لا يقدرون أستاذ عمر، هاي تحديثة لأن هم قرارهم مو بديهم، القرار يجي من خارج الحدود. نعم. القرار إيران، القرار إيران يا أبو لسها برمسي، قرار الإطار التنسيقي بحثا، قرار إيراني. إيران شو تقول لهم؟ هذا أسود من الأسود، أبيض غير هذا ما يقدر يتصرفون. لذلك أي مظاهرات سلمية يا أستاذ عمر ما تنجحوا لهؤلاء نهائيا. أنا أقول لك إذا مو الشعب العراقي يهب هبة واحدة وثورة عارمة كثورة العشرين ما يصير أي علاج لهؤلاء. نعم. وأني أشكرك أبو مالك من أمريكا كان معنا. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم العدلين راجعين. عمار النعيمي يقول: الثورة مصر على تحقيق كامل أهدافها وفي مقدمتها إسقاط العملية السياسية. عمر يقول: يجب أن تستهدف مظاهرات 11 التنديد والهتاف ضد أفسد حكومة
شهدها تاريخ العراق الحديث. المظاهرات يجب أن تعلي الصوت ضد من استغل تضحيات الشباب العراقي من أجل إعمار حساباتهم المصرفية تشرين قادمة. طبعا ترند الثورة، حساب ترند الثورة على تويتر يقول، ينقل بعض الصور وينقل كذلك التغريدات من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. نعم، معنا اتصال ناصر من النجف. ناصر، كيف ترى الذكرى الثالثة لثورة تشرين؟ هل سوف تعود بقوة هذه المرة؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا عمر، حياك الله. تحية لك ولكل الأخوة، حياك الله. نعم، الحقيقة ذكرى ثورة تشرين هذه ذكرى، هي ثورة شعب بأكمله. ستبقى صداها ويبقى يعني ما حدث والدماء التي سقطت لتسقي شجرة الحرية في العراق. العملاء والموجودين في المنطقة الخضراء متخوفين من هذه الذكرى، وهنالك إشاعات أو أمور يعني مؤكدة شبه مؤكدة لاستفزاز العراقيين بترشيح عادل عبد المهدي لوزارة الداخلية، وكأنما يعني دماء العراقيين، دماء الشهداء ليست لها أي قيمة عند هؤلاء. أعتقد روح الثورة وروح النصر قوية جدا دكتور عمر. نعم، يعني ناصر، يعني بالحديث عن مئات الشهداء الذين سقطوا في ثورة تشرين، 800 شهيد أو أكثر من 27,000 جريح، التساؤل لماذا لم يحاسب القضاء؟ لماذا لم يكشف عن قتلة هذا العدد الكبير من العراقيين؟ نعم، لأن أولا لا، بالنسبة لي شخصيا أنا لا أعتبر هنالك، يعني حتى إذا كان هنالك قانون، لكن القانون لا يطبق لأن القضاء مسيس، وهذه الدولة الوحيدة ربما في العالم أنه يكون القضاء مسيس، والمحكمة كذلك اتحادية هي تابعة للأحزاب. لذلك يعني والمجرمين معروفين من الميليشيات التابعة لإيران وكذلك الحرس الثوري، بل هم الآن في قتل أخوتنا وأبنائنا في شمال العراق لم يتحرك أحد، ولم يعني حتى لم نسمع تصريحات إدانة واستنكار. نعم، فقط إدانة واستنكار فقط، هذا الذي، لأن هذه ما أرادت إيران أن تجعل لم نسمع. يعني هناك مثلا رئيس الوزراء أو الحكومة بشكل عام، البرلمان، يعني لم نسمع تنديدات واستنكار لهذا القصف المتواصل صار له 5 أيام. نعم، لا يوجد أي شيء، بعكس كما حدث يعني هنالك القوات الحزب العمال الذي قصف أدهوك واتهموا بها تركيا، وتم يعني هناك كانت مظاهرات واقتحام للسفارة التركية وإنزال علم. لم نرى أي شيء من هؤلاء، حتى الإطاريين وغير الإطاريين والتيار الصدري أن قاموا بنفس العمل. فالأخي ربما يعني هؤلاء يعتقدون، أو أصبح مع الأسف الشديد دم العراقي هو الأرخص في بورصة الدماء. يعني لا 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 توجد بواكل لهؤلاء الضحايا الأبرياء، والقصف كما تفضلت مستمر مع الأسف الشديد. هذا وصمة عار في جبين السياسيين، بل في جبين في الدستور وزارة الدفاع هي مسؤولة عن الجيش العراقي والمسؤول عن الدفاع يعني عن حتى عن أقليم كردستان. نعم، استمعنا قبل قليل لعينة من الشارع العراقي من المتظاهرين من الناشطين يجمعون بأنه يجب إسقاط النظام السياسي، يجب تغيير الدستور. ماذا يعني هذا الإصرار؟ نعم، لأن المشكلة هو في الدستور دكتور عمر. المشكلة العويصة في العراق هو في الدستور الطائفي والدستور العنصري الموجود، والعراقي يعني ما ينفع به التعديل؟ لا أبدا،
ابدا لا 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 للتعديل، نحن نريد تغيير الدستور وتغيير الحكومه كامله، لا نقبل باي وجه من الوجوه هذه الموجوده ان تشارك في 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 العمليه السياسيه المقبله ابدا. نعم. انا اشكرك اخي ناصر من النجف كان معنا، معنا اتصال اخر. اسامه من كركوك، مرحبا بك معنا اسامه. أسامة مرحبتين، السلام عليكم. حياك الله. عنوان حلقتنا اليوم هو تساؤل، يعني في ذكرى ثورة تشرين الثالثة، نعم. هل ستندلع هذه الثورة من جديد في ظل يعني لم يتغير شيء في العراق، بل الأوضاع يعني تذهب إلى الأسوأ من ناحية الأرقام والتقارير والملفات، ملف الأمني، الملف الاقتصادي، حتى ملف المياه. أخ عمر مساء الخير، تسمعني يقول لي أسمعك أخي أسمعك. تكون على قناة الرب. وعليكم السلام. القائمين على هاي القناة، وأنا على خطأ منكم لأن كان عندي حالة مرضية، يعني أشكركم. ما عندك إلا العافية، مشافة يا رب. أشكرك أستاذ، الله يبارك أستاذ عمر. الله يسلمك. بالنسبة لموضوع ثورة تشرين، أول مرة الرحمة والخلود للشهداء الذين خرجوا لإصلاح ما افسدته الأحزاب السياسية المقيتة. والخزي والعار لكل من حمل بندقية وصوب نحو، طبعا الخزي والعار أي كان من كان. أما بالنسبة للثورة، إن شاء الله الثورة ماضية، وإن شاء الله زي هؤلاء القتلة الفسقة الفجرة الفاسدين اللي ما هم فقط الدينار والدم. نعم أستاذ عمر تسمعني؟ نعم أسمعك. ما هم غير الدم والدينار اللي جعلوا العراق من أسوأ البلدان. أستاذ عمر يعني والله عايشين باكتئاب. الصحة، مجال الصحة به فساد، التعليم به فساد، التعيينات بها فساد، الداخلية بها فساد. نعم. الشيء بالعراق إذا ما به فساد هو يعني إن شاء الله وحول الله تعالى تنزالون، يعني ما بقى الشيء بالعراق اسمه عراق، بقى محاصصة، رشاوي، قتل، ميليشيات، هذا اللي موجود بالعراق. نعم أستاذ عمر تسمعني؟ أسمعك. أي. ويعني خير دليل أنه البارحة شوف يعني طيارة تجي تقصف ناس آمنين، إذا كانوا عرف معرض يعني هو هذا العراق وهذا العراق الديمقراطية. نعم. يعني تجي طيارات تقصف وتقتل بالناس. نعم يعني بالله لو كان أحد الدول الأوروبية ماذا كان يفعله؟ نعم وأنا أشكركم. أنا أشكرك أخي أسامة من كركوك، كان معنا والديك أبو عمر من الناصرية. أبو عمر، أين ذهبت وعود الطبقة السياسية بإصلاح الوضع السياسي منذ انطلاق ثورة تشرين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا أنا أشكر قادة الرافدين دائما سباقة بالحدث وطلعها، هم المواطنين العراقيين. الله أشكركم وأشكركم. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. طبعا عمي بالنسبة السياسيين، يا سياسيين يعني هذا العراق صار سوء كرج. يا ريت تنصلنا التلفزيون عيني أبو عمر، نصلنا التلفزيون للأخير. أي والله حتى نسمع الزين. الله يبارك فيك. بالنسبة بعد صوتك. ألو، بعد صوت التلفزيون مرتفع جدا. نصيت عمي. أي ماشي تفضل. بالنسبة طبعا اللي جاي إيران موجودة، إيران يعني مثل ما تقول هي تلو تامر بالعراق. يا سياسيين، من الساعة أنا شفت على الحدث التخوي الحلبوسي يقول إن شاء الله أنا أقول لك أوعد الشعب العراقي بالخير. أنت إيش قصر لك؟ نعم إيش قصر لك أنت رئيس البرلمان؟ إيش قصر لك بالحكم؟ كل شيء ما مسوين أنتو زين. ويسأل يقول له شلون هاي ما قصوا إيران من الشمال؟ يا استنكر، ما حد يستنكر يعني. حتى إيران شعبه من قام من سوت اتفاق عليهم، السفارات بالخارج كلها انطردت زين، وهذا السفير قاعد هنا بالعراق زين. يعني شنو الحل يا سياسيين هاي؟
يا سياسيين هم عصابة. نعم. جايبين هذا يساعدون هذا وينزلون هذا، يساعدون محمد ينزلون عبد الله بكيفهم. زين ما حد استنكر ما حد شني هذا هسه السفير لحد الان يا عمي لحد الان. نعم. هذا السفير موجود هنا. نعم. يضحك يسلم الرساله يضحك. انت يمكن حضرتك شفته. نعم. شفت الوضع هذا وضع سيء عمي وضع سيء. يعني هاي مو بلاد، هاي مو بلاد، هاي سوق هرج. يعني والله الله ينتقم منهم ان شاء الله، الله ينتقم منهم ومن ايران ومن امريكا. زين الله لا يوفقهم بالدنيا وبالاخره يا عمي والله ابتلينا ان شاء الله. الله الله اللهم ينتقم منهم. يا يطقون بالعراق بكيفهم، العراق صار طوبه. يا اهل جي وشاد، يا اهل جي وشاد. ما حد ما حد ما حد ما حد ما حد انا معمي. لا 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 لا, لا استنكار. لا لا يعترفون بالحكومة طبعا. نعم. طبعا ما يعترفون بالحكومة عمي. زين الحكومة عميلة. نعم. أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية، كان معنا أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، يعني في ذكرى ثورة تشرين الثالثة، هل تندلع من جديد؟ أين ذهبت وعود الطبقة السياسية بالإصلاح؟ ليش القضاء ما حاسب القتلة لغاية الآن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك. أستاذ يا قضاء، هذا السولف علمته يا قضاء. أنتوا تسولفون على قضاء على السياسيين، هذول مو سياسيين، هذول سيئين، سيئين، ناس سفلة، ناس دايحة. يعني قبل كم شهر تركيا ضربت الهوك، ضربت نصيح بالهوك. نعم. الكاظمي والحلبوسي. نعم. سووا شيء؟ ما يسوون كل شيء. يعني هذول ناس مسيسين ماكو. هذا يعني في وقتها هم شكلوا لجنة ولحد الآن ما عرفنا نتائج هاي اللجنة اللي شكلتها الحكومة. تحدثت انت على القصف، قصف دهوك. نعم. استاد عمر، وهاي كردستان صار لخمسة ايام يقصف من ايران وما سمعنا صوت واحد. لا هاي مو ايران، هاي مو ايران حتقصف استاد. هاد على الكيمياوي، رجع عليهم حيقصفهم على الكيمياوي. خلي يحشون، خلي مسعود يفك حلقه، خلي الله يفك حلقه. ساكتين، لان من يحكي ماكو يضربوا بنعال على حلقه يقول له اسكت احنا وخليناك، اسكت احنا وخليناك. ايران اسيادهم، ايران قودهم. هاي نعم. زي حجتي من الزبل جابهم برايمر القذر، لان برايمر القذر وهم اقذر منه. يعني انت من تجي تقيس سياسي زين زين. يعني الناس بالشارع العراقي يقول لك خلص هذا النظام ما بي بعد مجال، لا ينصلح ولا يتعدل، يجب اسقاط النظام. تدري انت ب 2019 النظام العراقيين قدموا مئات الشهداء والاف الجرحى. ايش راح يصير برايك؟ راح مع الشهداء. امين يا رب. ايش راح يصير على 1/10؟ ايش راح يصير برايك اللي اذا تشوفه المفروض 1/10؟ نعم. من تنعقد جلسه بالبرلمان يطبون دول الثوار الاشراف الناس النزيهه. نعم. وشيل هذول ماكو السيئين، مو سياسيين، السيئين، وتحطهم بحياته بالصف وتحرقهم. نعم. يعني هذول مصيرهم الحرق ولا شنو؟ ايران قطعه المي، ما مسؤول الكاظمي، الكاظمي هذا وجهه الطري. نعم. ماكو، اتحدى يقول ايران قطعه المي. نعم. انا اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. ابو عامر من بغداد. ابو عامر مرحبا بك معنا. ابو عامر يا هلا بيك، اهلا وسهلا. يا هلا بيك، الله يحفظك ويخليك اخوي العزيز. انا طيب عزمه، يعني علي حرب من تركيا وفنيه. احنا المفروض يعني هسه ما تقدرون انتم تقاتلون، ما عندكم سلاح، ما عندكم طيارات، ما عندكم كذا. اكو سلاح عندكم، سلاح اقتصادي. اسمعني انت، اسمعك ابو عامر، اسمعك. اي سلاح اقتصادي اكو موجود بالعراق. حتى احنا بنستورد من ايران بالمليارات. مليارات الدولارات من ايران ومن تركيا. مو تمام؟ نعم. حتى احنا هاي نقدر نحاول مصر، نحاول مثلا نحاول غير دول الخليج، نستورد من عندهم بهذا الفلوس. زين اذا هو بيان استنكار ما طلع بيان استنكار. طبعا هو المفروض مو بيان استنكار، لان يعني انتهكت السياده مالته. هو يوميا
منتهك السيادة. شلون تيدا مثلا يستخدم يعني الأدوات الاقتصادية يعني برأيك؟ يعني شلون مثلا نقرأ على العراق يعني سلام شلون يعني؟ لا يعني هاي أبسط الأمور. هذا السبب هو بسبب هذه الطبقة السياسية اللي قاعدة تتحكم بمصير البلد. أي نعم. نعم. يعني أنت شلون والله يعني شلون يعني قتال قاتل؟ أكو عندنا سلاح الاقتصادي. نعم. سلاح الاقتصادي تقريبا أقوى من السلاح العسكري. ليش ما نستخدمه؟ يعني إحنا هسه نبه للشعب ونبه للعالم. أنت جاوبني ليش ما يستخدموا؟ ليش ما يستخدموا؟ أنت برأيك ليش هم ما يستخدموا؟ ما أدري والله ما أدري ذلة. يخافون. نخو خنوع ما أدري خوف ما أدري. نعم. أنا أشكرك أبو عامر من بغداد كان معنا. إذن تحضيرات يشهد الشارع العراقي تحركات ودعوات للتحشيد في ذكرى ثورة تشرين الثالثة الموافقة الأول من أكتوبر والتي انطلقت في عام 2019. تساؤلات عدة مثل ما شفنا وراح نعيد عينة من آراء المتظاهرين والناشطين كما رصدتها كاميرا الرافدين عبر برنامج مع الناس حول إجماعهم بأنه لا حل إلا بإسقاط النظام السياسي الذي جلبه الاحتلال الأمريكي. فلنتابع من جديد. كل من يقول هذه الذكرى السنوية لانتفاضة ثورة تشرين العظيمة فيكون واهم. اليوم احنا مستمرين بتظاهراتنا صار أكثر من 3 سنوات. بالنسبة للمطالبنا ما تحقق فتشي حتى نروح ونعلن عن ثورتنا، هي استذكارية فقط. احنا مستمرين من يوم 1/10/2019 وإلى يومنا هذا ومستمرين إن شاء الله الحين تحقيق المطالب. لكن هذا اليوم يختلف جذريا عن ما سبقه من الأيام والسنين اللي فاتت. طبعا جاي نشوف أكو تفاعل قوي ونشوف جميع فئات المجتمع متفاعلة بما يخص خطوة يوم 1/10، وأغلب الشعب العراقي راغب بالتغيير ويائس من هذه الطبقة السياسية. أما بما يخص الطبقة السياسية راهنوا على الوقت ونفس المطاولة، والحمد لله والشكر رغم ما إمكانياتنا محدودة رغم ظروفنا الصعبة احنا مستمرين. وجايش ما يتقدم يوم ينكشف زيف الطقمة السياسية الفاسدة اللي استاثت على أرض العراق ومقدراته. احنا من 2019 اليوم احنا ما رجعنا لبيوتنا وقعدنا حتى نخرج مرة ثانية، لا احنا طيل هاي السنين احنا باقين بالشارع نطالب بإزالة هذه الطبقة السياسية. هاي الطبقة السياسية من 2019 يوم احنا نطالب بإزالتها. اليوم هاي الحكومة هي حكومة الأحزاب، حكومة المحاصصة. اليوم نطالب بإزالة جميع هذه الأحزاب الفاسدة. اليوم احنا طالبنا مرارا وتكرارا بتعديل الدستور وانتخابات، فوقتها كان انتخابات مبكرة وصارت الانتخابات. اليوم نريد، اليوم احنا طلعنا راح نطلع بعد 10 مع جميع الأحرار من هذا الوطن، جميع الأحرار بدون مسميات، وهي باسم تشرين. لا نسمح لأي شخص أن يدخل بعناوين أخرى من جهات ثانية خصوم بين الأطراف. لا، أنا سنخرج 1/10 بإذن الله باسم تشرين، طالب بإزالة هذه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد ولا سوى منها الدمار والخراب. اتفقوا على التوحيد وإن شاء الله التوحيد مستمر وسوف يعلن عنهم في الأيام القادمة. هدفهم توحدوا على هدف واحد وهو إسقاط النظام، إلغاء الدستور، وكذلك محاسبة الأحزاب بما يشبه اجتثاثهم لأنهم شاركوا في سفك قطرات دماء العراقية، وكذلك نهب وسلب ثرواتهم وانتهاك سيادة العراق. لذلك هو هذا هدف تشرين. أي تجمع أو أي تنظيم يدعي غير ذلك فهو مندس من الأحزاب ويخدم أجندات الدول التي حكمت العراق طول 19 سنة. وقد يسأل سائل، هل إن يوم 1/10 هل هو ذكرى أم ثورة؟ لكن إحنا اليوم كثوار نقول وإنما هو انتفاضة، انتفاضة جماهيرية مليونية، ونطلب من كل شباب وشيب ونساء الجماهير العراقيين أن يخرجوا بثورة عارمة يوم 1/10 معبرين وسلمية ومعبرين عن غضبهم من هذه العملية السياسية الفاسدة.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي رصدنا فيها الذكرى الثالثة لثورة تشرين والدعوات للتحضير لثورة جديدة في الأول من أكتوبر من عام 2022 في ذكراها الثالثة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.